بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هندرس البودي تيشوز. عندنا 4 بودي تيشوز في جسمنا: إبيثيليال تيشو، كونكتيف تيشو، ماسل تيشو، ونيرفوس. هنبتدي بالإبيثيليال تيشو. أي إبيثيليوم في جسمنا لو جينا بصينا هنلاقي له جنرال كاركتر. يعني ايه جنرال كاركتر؟ يعني كل الابيثيليال تيشوز اللي في جسمنا بتشترك في هذه الكاركتر. اول حاجه ان هو بيكفر السيرفيس وبيلاين الكافيتي، يعني بيكفر الحاجه من بره، وكمان لو في كافيتي بيبقى عامل لايننج للكافيتي. تاني حاجه ان الابيثيليوم ده لازم يبقى ريست او واقف على سين بيزمنت ممبرين، على أرضية بيزمنت ممبرين، يعني أرضية الإبيثيليوم ده واقف عليها. الأرضية دي بتفصل الإبيثيليوم عن الكونكتيف تيشو اللي حواليه. يبقى الأرضية بتاعتنا دهيت بتفصل الإبيثيليوم دهوت عن الكونكتيف تيشو اللي تحتي. تاني حاجة ان هو مفيش فيه blood vessels، no blood vessels في الابيثيليال تيشو. تالت حاجة ان هو الخلايا بتبقى cells بتبقى closely aggregated with each other، يعني مشبكين في بعض، يعني بيبقى بينهم intercellular substance قليلة قوي، little intercellular substance. كمان الإبيثيليوم فيه كاركتر مهمة جدا جدا جدا، ان هو بيقدر يعيد بناء نفسه، يبقى عنده خاصية continuous degeneration and regeneration. اخر خاصية للإبيثيليوم عندنا ان هو بينتج من الثلاثة germ layers: الإكتودر، الميزودر، والإندودر. ميزودر الاندوديرم. الاكتوديرم هيديني السكن والكورنيا، الحاجات الخارجية. الميزوديرم هيديني الدايجستيف كانال والبلاد فيزل. الاندوديرم هيديني الرينال تيوبيول والجينيتال تراك. طيب ابتدوا يقسموا الابيثيليوم ده اكوردنج لي الفانكشن بتاعته، فلقوا covering يعني بيغطي الجسم من بره، وجلاندولر يعني بيكونني الجلانس زي الغدد اللعابية، وكمان بيشتغل كريسبتور أو كمستقبل اللي هو نيورو إبيثيليوم. طيب السيرفيس إبيثيليوم بتاعنا أو الكفرينج إبيثيليوم برضو ابتدوا يقسموه according لعدد الطبقات اللي بتكونه، فلقوا ان هو لو متكون من طبقة واحدة بسميه سيمبل إبيثيليوم، لو متكون من كذا طبقة فوق بعض بيسميه ستراتيفايد إبيثيليوم. طيب هنبتدي السيمبل إبيثيليوم. السيمبل إبيثيليوم مطلوب مني في اي إبيثيليوم ان انا اعرف شكل الإبيثيليوم ده، شكل النيوكليوس بتاعته، الفانكشن بتاعته، و الأماكن اللي هو موجود فيها، السايتس اللي هو موجود فيها. هنبتدي بالسمبل إبيثيليوم. هنبتدي بارتفاع قليل وبعد كده نفضل يكبر الإبيثيليوم واحدة بواحدة. فهيبقى عندي السمبل سكويمس إبيثيليوم عامل زي السكويمز أو القشور، شايفين رفيع خالص، إبيثيليوم رفيع خالص. طيب سيمبل كيوبيكال، كيوب شيب عامل زي المكعب. سيمبل كولومنر عمودي، خلية طويلة عاملة زي العمود، عمودية بالشكل ده. آخر حاجة السودو ستراتيفايد، وده سيمبل إبيثيليوم كله موجود على بيزمنت ممبرين، ولكن بيبان النيوكلياي بتاعتي في 2 ليفلز أو 3 ليفلز أو ميني ليفلز، فبنسميه سودو ستراتيفايد اللي هو الإبيثيليوم السيمبل ولكن بيبان كأنه ستراتيفايد. طيب
simple squamous epithelium زي ما قلنا بيبقى عبارة عن flat cells with flat nuclei. ادي الفلات سيلز او السيلز الرفيعة والنيوكليي بتبقى فلات بلجينج نيوكليي. بلجينج يعني عاملالي السيرفس رفعاه شوية زي ما احنا شايفين كده. ادا السيمبل سكويموس ايبيسيلي. موجود فين؟ موجود في الاماكن اللي هي محتاجة ان الايبيثيليوم ما يبقاش تخين فيها، زي البلاد فيزلز الاوعية الدموية، زي الليمفاتيك فيزلز الغدد او الاوعيه الليمفاويه، والهارت اللي هو القلب. كمان موجود فين؟ موجود في اللنج الفيولاي الشعب الهوائيه اللي بيتم فيها تبادل الغازات. اخر حاجه موجود فيها السيروس ميمبرينز اللي هم الاغشيه المحوطه الاورجانز المهمه، زي الغشاء اللي محوط اللنج بسميه باللورا، الغشاء اللي محوط القلب بسميه بيريكارديوم، الغشاء اللي محوط البريتون بسميه بريتونيه. فابتدوا يسموا السيمبل سكويموس اللي في البلاد فيزل اندوثيليوم، والسيمبل سكويموس اللي في السيروس ميمبرين بسميه ميزوثيليوم. يبقى أنا عندي إندوثيليوم وميزوثيليوم. إندوثيليوم بتاع البلاد فيزل، ميزوثيليوم ده بتاع السيروس ميمبرينز. سيمبل كيوبيكال من غير ما أدرسه ومن غير ما أحفظه هيبقى كيوب إن شيب، وحاجة كيوبيكال يبقى النيوكليوس بتاعته هتبقى سنترال وراوندد بالشكل ده. موجود فين؟ هما مكانين اللي مطلوبين منك، موجود في الثيرويد جلاند الغدة الدرقية، وفي الأنابيب بتاعة الكلى الرينال تيوبيولز. يبقى في الثيرويد جلاند أو الثيرويد فوليكلز والرينال تيوبيولز. السيمبل كولامنر إبيثيليوم بلاقيه عبارة عن كولامنر سيلز أو طول سيلز بالشكل ده، خلايا طويلة عمودية عاملة زي العمدان. بما إنها طويلة فالنيوكليس أحطها هنا ولا هنا ولا فين؟ بحطها تحت، يبقى بيزل أند أوفال نيوكليس. ابتدوا يقسموا السيمبل كيوبيكال ده يا إما نون موديفايد يا إما موديفايد. موديفايد هيبقى موجود في الدكتس بتاعة الجلاندولار إبيثيلي، يبقى في الدكتس بتاعة الجلاند. السيمبل كولامنر سكريتوري يعني بيعمل ايه؟ سكريشن افرازات. بيبقى السيتوبلازم بتاعه فاكيوليتد، عامل فاكيولز، عامل فقاعات بالشكل ده، والفقاعات دي نتيجة ان الميوكس بيدوب. الميوكس اللي بتفرزه الخلايا دي بيبقى دايب جواها اثناء ما انا بجهزها ان هي تبقى شريحة. موجود فين؟ في الاستومك، في المعدة. سيمبل كولامنر ابسوربتيف. ابسوربتيف يعني بيعمل امتصاص. بما ان امتصاص يبقى في الامعاء سواء دقيقة او غليظة، يبقى موجود في الانتستين. الفرق بين السيمبل كولامنر ابسوربتيف والسيمبل كولامنر سكريتوري ان الابسوربتيف بيبقى مزود بمايكرو فيلاي. مايكرو فيلاي اللي هي الخمالات اللي بتساعد على امتصاص وبتزود السيرفيس اريا في الامعاء. السيمبل كولامنر سيلييتد ده النوع الثالث من الموديفايد، وده بيبقى عباره عن كولامنر سيلز. ادي الكولامنر سيلز اهيت، بتبقى ويز بيزل اند اوفال نيوكلياي برضو، و بيبقى عليها سيليا، والسيليا دي بتضرب في اتجاه واحد. يعني ايه بتضرب في اتجاه واحد؟ عشان تحرك لي الفلويد او الملوكيولز في اتجاه واحد. ودي موجودة فين؟ موجودة في الفالوبيان تيوب، قناة فالوب، وفي اليوترس، وده عشان تساعد على نقل البويضة من الاوفري للفالوبيان تيوب وتروح لليوترس. آخر نوع في السيمبل إبيثيليوم هو السودو ستراتيفايد إبيثيليوم،
وده يعني ايه سودو ستراتيفايد؟ يعني زي ما قلنا هو سيمبل ايبيثيليوم، والسيمبل ايبيثيليوم ده كل الخلايا بتاعته موجوده على البيزمنت ممبرين، ولكن نتيجه ان الاوفر كراودنج، نتيجه ان الخلايا متكومه على بعضها او زحمه على بعضها، فبتبتدي تديني منظر الاستراتيفايد ايبيثيليوم. فبلاقي فيها خلايا طويله بالشكل ده وخلايا قصيره، فالنيوكليوس بتاعه الخليه الطويله هتبان فوق بالشكل ده، والنيوكليوس بتاعه الخليه القصيره هتبان تحت. يبقى في عندي خلايا لونج وخلايا شورت، ونتيجه ان الخلايا اوفر كراودد اوفر اتش اذر، فبتبان ان هي كان هي استراتيفايد، كان فيها نيوكلياي فوق ونيوكلياي تحت. موجود فين؟ لازم نحفظ الاماكن بتاعته. في السودو استراتيفايد كولومنر نون سيليتد، مفيش فيه سيليا، ده في الفاز ديفرنس اللي هو الوعاء الناقل في الميل. تاني نوع اللي هو السودو استراتيفايد كولومنر سيليتد ويز جوبلت سيلز، اللي هو ده زي ما احنا شايفين عليه سيليا، في جوبلت سيلز، وده سودو استراتيفايد كولومنر بيبقى موجود في النيزال ساينوسس، في الجيوب الأنفية، وفي التراكية، القصبة الهوائية، وبعض البرونكاي الشعب الهوائية. آخر نوع هو سودو استراتيفايد برضو كولومنر، ولكن ويز نون موتايل سيليا. يعني ايه نون موتايل سيليا؟ يعني سيليا مش بتتحرك، وبيسموها ستيريو سيليا او السيليا العقيمة، وده بيبقى لايلينج للإبيديدمس اللي هو البربخ في الميل جينيتال سيستم. كده احنا خلصنا السيمبل ايبيثيل. هنبتدي نتكلم على الاستراتيفايد. الاستراتيفايد ايبيثيليوم يعني ايبيثيليوم زي ما قلنا متكون من ميني لييرز. ابتدوا يقسموه يعني زي ما انا شايفه كده ميني لييرز. اللييرز اللي تحت هي بس اللي على البيزمنت ممبرين، اللييرز اللي في النص تقريبا كلها بتبقى شبه بعضها. هم بقى ابتدوا يقسموه اكوردنج للتوب لاير. اخر لاير فيه لو هي سكويمس نقول عليه استراتيفايد سكويمس، هنا موجود على بيزمنت ممبرين. لو هي سكويمس زي ما قلنا التوب لاير فبقول عليه استراتيفايد سكويمس. لو هي كيوبويدال ما بقولش عليه بقى استراتيفايد كيوبويدال، بقول عليه ترانزيشنال ايبيثيليوم. لو هي كولومنر بقول عليه استراتيفايد كولومنر. هنبتدي بالاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. عندي في جسمي نوعين من الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. استراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد يعني ما لهوش كيراتين، يعني الاخر لاير في نيوكلياي اهيت. واستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد يعني عليه كيراتين، يعني الابيثيليوم او الاستراتيفايد سكويمس بيخلص هنا، والطبقه دي كلها عباره عن كيراتين. هنبتدي بالاستراتيفايد سكويمس نون كيراتين. بيبقى بيمثل لي حوالي 30 طبقه، او بيتكون من حوالي 30 لاير. البيزل لاير بتبقى كولومنر سيل، كولومنر سيل يبقى اكيد ليها بيزل اند اوفال نيوكليون زي ما احنا درسناه، كولومنر سيلز وفيها بيزل اند اوفال نيوكليس. الخلايا دي بتبقى تايتلي ادهيرنت، ماسكه مع بعضها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده، بيبقى فيه تايت جانكشن بينهم وبين بعض. وكمان لو نشوف هنلاقي فيه هنا ميتوزيس اهوت، يعني الخلايا دي هي المسؤوله عن الريجنريشن او اعاده بناء الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. يبقى البيزل لاير هي المسؤوله عن اعاده بناء الاستراتيفايد سكويمس. بعد كده الانترميديات لايرز. يعني ايه انترميديات؟ يعني كل اللايرز اللي عامله لي الانترميديات بارت بتاعي، كل دول. طيب بتبقى شكلها ايه؟ عباره عن ك
crowded. crowded يعني ايه؟ مزدحمة على بعضها. polyhedral يعني ايه polyhedral؟ يعني الخلايا مش rounded ومش cuboidal، ولكن هي عاملة شبه خلية النحل كده، فيها angles مختلفة with central and rounded nucleus. التوب لاير بما انه اسمه stratified squamous هتبقى ايه؟ هتبقى squamous cells اللي هي flat cells with flat nuclei. طيب الأماكن بتاعتنا بتاعت الـ stratified squamous non-keratinized موجودة فين؟ موجودة في كل الـ wet surfaces أو الـ wet openings بتاعت البطن، موجودة في الـ oral cavity في الماوس في البق، موجودة في الـ esophagus المريء، موجودة في الـ tympanic membrane اللي هو طبلة الود، موجودة في القرنية القرنية بتاعت العين. طيب الـ stratified squamous keratinized هيبقى نفسه هو الاستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز، لكن متغطي بطبقة كيراتين. هذا الكيراتين يبقى دي عبارة عن 30 لير، والبيزل لير كولومنر، والانترميديات بوليهيدرال، والتوب فيلات، ولكن عليا طبقة كيراتين كبيرة زي ما احنا شايفين كده. موجود فين؟ موجود في الإبيدرميز أوف ذا سكين، الطبقة الخارجية بتاعة الجلد. طيب الترانزيشنال إبيثيليوم، الترانزيشنال إبيثيليوم ده إبيثيليوم موجود في اليورينري تريكت، موجود في الجهاز البولي، موجود في البلفيس أوف ذا كيدني حوض الكلى، موجود في اليوريتر، موجود في الحالب، موجود في اليورينري بلادر اللي هي المثانه. يبقى موجود في حوض الكلى بلفيس اوف ذا كيدني، موجود في اليوريتر في الحالب، موجود في اليورينري تريكت اليورينري بلادر. بنقول عليه ترانزيشنال، ترانزيشن يعني بيقدر يتحور، يقدر يتغير السمك بتاعه، يبقى السكنس بتاعه ممكن يتغير accordingly الـ state of the distension of the bladder، هل البلادر ملانة ولا فاضية. عشان كده لما اجي اشرحه لازم اقول لو انا عندي empty bladder يعني bladder فاضية، او ان انا عندي full bladder. طب انا لو عندي empty bladder هيبقى عدد layers كام؟ من 6 ل 8. طيب البيزمنت ميمبرين ما بيبقاش كلير ولكن موجود طبعا، وما بيبقاش ويفي، بيبقى نون كلير نون ويفي بيزمنت ميمبرين. البيزل لاير كولومنر ولكن لو كولومنر مش هاي كولومنر، والانترميديات لاير بتبقى بولي هيدرال برضو زي الاستراتيفايد سكويمز. امال ايه الفرق؟ الفرق عندي في التوب لاير، في اللاير دي وفي اللاير دي. التوب لاير بتاعتي هتبقى دوم شيب، دوم يعني عامله زي القبه بالشكل ده، دوم شيب كونفكس بالشكل ده، و ده من الابر سيرفيس. من اللور سيرفيس هتبقى كونكيف يعني مقعره، هنا محدبه هنا مقعرة. كمان ان انا بلاقي بعضهم مونونيوكليتد فيها نيوكليوس واحدة، وبعضهم باي نيوكليتد يعني فيها اتنين نيوكليوش. كمان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا التوب لاير دي عليها طبقة من الميوكس عشان يقدر يحمي بروتكت اليورينال بلادر من الافكت اوف يورين. الطبقة التانية اللي تحت التوب لاير بتبقى فلاسك شيب بالشكل ده، وداخلة في الكونكافيتي بتاعتها. يعني أنا شايفة هنا اللاير دي كونكيف كده، فالخلايا اللي تحتها داخلة في الكونكافيتي كأنهم عاملين مع بعض زي جونكشن أو سوكيت كده. الفول بلادر بقى، لو انا عندي فول بلادر، البلادر بتاعتي ملانة على الاخر، هيبقى الثيكنس بتاعها ايه؟ طبعا هيقل،
فهتتحول إلى طبق طين. الطبقة الأولانية أو البيزل لاير بتبقى كيوبيكال، والتوب لاير بتبقى سكويموس أو فيلات سيلز. يبقى دي كيوبيكال ودي فيلات سيلز، زي ما احنا شايفين دي الامتي بلادر بالسكنس بتاعها كله، ودي الفول بلادر أو البلادر اللي مليانة فبتقل في السمك بتاعها، وكونها تقل في السمك بتاعها ده بيبقى نتيجة إن الخلايا بتتزحلق على بعضها. الاستراتيفايد كولومبيا الاستراتيفايد سكويموس بالظبط، ولكن عدد الخلايا بيبقى أقل، بيبقى حوالي 20 لير. والبيزل لير بتبقى كولومنر وبوليهيدرال انترميديات ليرز، والتوب لير من اسمه هتبقى عبارة عن كولومنر سيلز. موجود فين؟ موجود في الجلاندز، ده الكولومنر اللي هو نون سيليتد، موجود في الدكتس بتاعة الجلاندز. بعضكم هيسألني يقول لي طيب هي الدكتس بتاعة الجلاندز دي مش احنا قلنا عليها قبل كده ان هي نون موديفايد كولومنر؟ ايوه، هي بتبقى باديه نون موديفايد كولومنر، وبعد كده عند نهايتها تقريبا بتتحول الى ستراتيفايد كولومنر، وبعد كده تتحول الى ستراتيفايد سكويموس. الستراتيفايد كولومنر سيليتد ده بيبقى موجود او رير ان احنا نشوفه في الفيتال اوسوفيكس، في الفيتس. هندخل على الجلاندولار ابيثيليوم. والجلاندولار ابيثيليوم ده عامل لنا مشكله ان احنا مش قادرين نستوعب يعني جلاندولار ابيثيليوم، يعني دي خلايا اتجمعت مع بعضيها عشان تعمل لي موديفيكيشن ان هي تعمل سكريشن، والسكريشن ده مهم عندي في حاجات كتيره جدا في الجسم، مهم للهضم، مهم لافراز الهرمونات، مهم لحاجات كتيره جدا. فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الجلاندولار ابيثيليوم هو ابيثيليوم، والابيثيليوم دوت موديفايد او حاصل له موديفيكيشن، حاصل له تحور بحيث ان هو يفرز، والافرازات دي مهمه لجسمي تماما. فابتدوا يقسموا الجلاندولار ابيثيليوم ده اللي هو عباره عن ابيثيليال سيلز متجمعه مع بعضها عشان تعمل جلاند بشويه حاجات عشان نقدر ندرسه كويس. فابتدوا يقسموه يا اما هل في ضغط ولا ما فيهوش، هل هو السكريتوري بارت بتاعه انبوبه ولا حويصله، ولا انبوبه وحويصله مع بعض، هل السكريشن بتاعه ووتري ولا ميوكس، ولا السكريشن بتاعه النيتشر بتاعته شكلها ايه، او هل هو الخلايا بتاعته ثابته لما بيفرز ولا مش ثابته. طيب اكوردنج للدكت، والكلام ده اخذناه في ثانوي، ان انا بقسمه لاكسوكراين اللي هي الجلاندز اللي بتفرز من خلال انبوبه، ليها انبوبه او ليها تيوب او دكتس بتفرز بيه، ده زي السليفري جلاند زي الغدد اللعابيه، او ان هو اندوكراين يعني بيفرز على طول في البلط، وده زي البيتيوتري الغده النخاميه، وزي الادرينال جلاند اللي هي الغدد اللي فوق كلويه او الغده الكظريه، او ميكسد في الاثنين، في بيفرز بدكت وفي نفس الوقت في خلايا بتفرز على طول في الدم زي الليفر والبنكرياس. طيب according للبرانشنج بتاعت الضغط، احنا قلنا عندنا حاجات فيها ضغط، فانا الضغط دي هل الضغط دي برانشد ولا سيمبل؟ فهي السيمبل ضغط دي موجوده فين؟ في الانتستين وفي الجاستريك جلاند في الاستومك. طيب او كومباوند دي موجوده في السليفري جلاند. كومباوند يعني ايه؟ يعني ادي الضغط اهيت وابتدت تنقسم كذا انقسام. هنا الضغط عندي very simple، مهم ان انا اعرف شكلها ايه الضغط، هل وموجوده فين. فالسيمبل موجوده في الانتستين وموجوده في الجاستريك جلاند، الكومباوند او البرانش الضغط دي موجوده في السليفري جلاند. السكريتوري بارت بتاعي بقى، السكريتوري بارت ده ممكن يبقى خلية واحدة اللي هو البارت اللي بيقوم بالسكريشن، ممكن يكون خلية واحدة أو متعدد الخلايا. الخلية الواحدة ما عنديش في جسمي غير جبلة سيل اللي هي الخلية اللي بتفرز ميوكس، ده اللي عاملة جبلة يعني عاملة شبه الكاس، فبتبقى عاملة
شبه الكيس. والنوع الثاني اللي هو المالتي سيلولر، في خلايا كتير وبيبقى فيه كل الخلايا دي بتقوم بالسكريشن، يعني ادي خليه وادي خليه وادي خليه، ما هياش خليه واحده، وبالتالي كل الخلايا دي بتقوم بالسكريشن فبسميه مالتي سيلولر. وده في بقيه الجلاندز كلها، سليفر جلاند، بنكرياس، ليفر، اي حاجه تانية غير الجوبلت سيل. طيب قال لك احنا اتكلمنا عن السكريتوري بارت من حيث عدد الخلايا، طب انا المفروض اتكلم على السكريتوري بارت اكوردنج للشيب بتاعه واكوردنج للبرانشنج. الشيب يا اما هيبقى انبوبه تيوبلر، يا اما هيبقى الفيولارز حويصله، يا اما هيبقى انبوبه وحويصلات. طيب البرانشنج يا اما هيبقى سيمبل مش برانشد، يا اما هيبقى برانشد. طيب السيمبل تيوبلر جلاند اللي هي الجلاند اللي هي عامله انبوبه، انبوبيه الشكل بالشكل ده، برضو في الانتستينال جلاندز وفي الليفر. طيب الالفيولاس او اللي عامله زي الحويصله دي في السبيشس اللي هي الغده اللي موجوده في الشعرايه، وفي الماماري جلاند اللي هي الغدد اللبنيه. طيب الكومباوند بقى او التيوبلو الفولار دي موجوده في السليفري جلاند والبنكرياس. هي دي برضو في السليفري جلاند والليفر والبنكرياس اللي هي برانشد، وهي دي برضو اللي هي سيمبل جلاند موجوده في الانتستينال جلاند، ودي بتبقى التيوبيول بتاعتي ما هياش برانشد. يبقى انا دلوقتي مش هحفظ دول لان دول الاكزامبلز بتاعتهم هما نفس دي ونفس دي. طيب النيتشر اوف سكريشن اكوردنج للنيتشر اوف سكريشن، هل السكريشن ده ميه ولا ميوكس ولا سيلز ولا ايه؟ فالميوكس اللي هي الماده اللي هي المخاطيه وبتبقى فيزيت يعني ناشفه شويه وبيبقى مبقاش فيها انزيمز كتير، وده اكزامبل احسن اكزامبل ليها هي الجوبلت سيل والماينور سليفري جلاندز، ودي بتبقى سليفري جلاندز موجوده في التونج في اللسان في الماوس. تاني نوع اللي هي السيروس، سيروس يعني بتفرز ووتري سكريشن مش لزج بقى زي المخاط، بيبقى ووتري شويه، ودي بتبقى في الباروتيد اللي هي الغده النكافيه وفي البنكرياس. ميوكوسيروس ميكس من الاثنين، وده بيبقى في السبمانديبولر الغده اللي تحت المانديبول اللي تحت الفك، والسبلينجوال اللي هي الغده اللي تحت اللسان. في بقى حاجات بتفرز اويلي جلاند زي السبيشس، السبيشس دي موجوده في السكن وفي الهير، دي السبيشس جلاند. والتارسال جلاند الجلاند اللي موجوده في الجفن اللي هي ممكن تورم لنا الجفن بالشكل ده، يبقى انا عندي السبيشس جلاند دي جلاند موجوده في الجلد، والتارسال جلاند دي جلاند موجوده في العين. كمان عندي واكسي جلاند، واكسي جلاند يعني بتفرز واكس، ودي بتبقى موجوده في السيريومينس جلاند بتاعه الاكسترنال اوديوتيريميتس اللي بتعمل لنا الشمع بتاع الاذن. في عندي بقى جلاندز تانية بتفرز سيلز زي الأوفري والتستس اللي بتفرز لنا السبيرم والأوف. كده خلصنا الإبيثيليوم من ناحية الشكل والإفراز. هنتكلم دلوقتي عن الميثود أوف سكريشن أو المود أوف سكريشن. يعني إيه المود أوف سكريشن؟ الجلاند دي بيحصل لها إيه لما تفرز؟ ثابته وما بتتغيرش، ولا بتفقد جزء من السكريشن من الخلايا اثناء السكريشن، ولا ممكن بعض الخلايا بتاعتها تتفرز كامله مع السكريشن؟ فعندي اول حاجه اللي هي الميروكراين. ميروكراين دي الخلايا الثابته لما بتعمل سكريشن، ودي زي السليفري جلاندز ما بيحصل لهاش ديستراكشن، هي مجرد ان هي بتفرز بس من غير ما يحصل لها destruction. الايبوكراين دي خلايا الايبيكال بارت، ايبوكراين جايه من ايبكس
الابيكال بارت بيحصل له ديستراكشن ويطلع مع السكريشن، وده بيحصل في الميموري جلان. والهولوكراين دي بتحصل في السبيشس جلان اللي هي الغده بتاعت الجلد او اللي تحت الشعر اللي بتخلي الشعر دهني، ودي بعض الخلايا بتفقد كامله بالنيوكليوس بتاعتها زي ما احنا شايفين كده في السكريشن. ثالث نوع عندي اللي هو النيورو ابيثيليوم، ده ابيثيليوم ابتدى يتحور ان هو يستقبل بعض المستقبلات زي الشم، زي التذوق، زي اللمس. احنا كده بنقول ان هو عباره عن موديفايد تايب اوف ابيثيليال تيشو سبيشاليزد فور ريسيفنج سنسوري ستيمولاي، اللي هي مستقبل لبعض المثيرات زي التذوق، زي الشم، زي بيبقى متكون من سنسوري سيلز اللي هي الفتحه دي، ودارك سيلز اللي هي السبورتنج سيلز، وبيزل سيلز. السنسوري سيلز بتبقى مزوده بهير وبتطلع لي النيرف امبلس للسي ان اس. كده الامبلس بتطلع بتروح للسي ان اس عن طريق النيرف. تاني نوع السبورتنج سيلز، وده بيبقى كولومنر سيلز برضو وبتعمل سبورت للسنسوري سيلز. البيزال سيلز بتبقى سمول بيراميدال سيلز وبتبقى عبارة عن الستيم سيل أو الخلية الجذعية بتاعة النيورو إبيثيليا، وهي اللي بتساعد على الريجنريشن بتاعة الإبيثيليال تيشو، وهي بريكيرسور يعني كستيم سيل أو خلية جذعية. موجود فين النيورو ابيثيليوم؟ في التيست باتس، في التونج، في الاولفاكتوري ابيثيليوم للشم، في الروف اوف ذا نوز، والاورجان اوف كورتي في الانر اير. طيب احنا اتكلمنا عن الابيثيليوم في حاجات كتير، في شكل الخلايا، في انواعه. طيب الابيثيليال تيشو ده كل خليه واقفه لوحدها، ولا المفروض ان الخلايا دي تكون ماسكه مع بعضها كويس عشان ما يحصلش سيباريشن بين الخلايا وبعضها؟ طبعا لازم تكون الخلايا دي ماسكه مع بعضها، ففي عندي intercellular junction او cell connections. ادي خليه، وادي خليه، وادي خليه. الخلايا دي لو مش متصله مع بعضها بجانكشن كويس هتبتدي تنفصل، وبالتالي الابيثيليوم هيحصل فيه مشاكل. فبنقول ايه هو الجانكشن؟ ان الجانكشن ده عباره عن ممبرين اسوسييتد ستراكشر، يعني حاجه ملازمه للممبرين بتاع الخلايا. بيعمل ايه؟ جوين ادجسنت سيلز، بيربط الخلايا اللي جنب بعضها وبيدينا كوميونيكيشن بين الخلايا وبعضها. عندي ثلاث انواع: اوكلودنس جانكشن او تايت جانكشن، ادهيرنس جانكشن او ديزموزومز، وجاب. الاوكلودنس او التايت جانكشن اللي هو الجانكشن اللي بيبقى موجود ناحيه السيرفيس، ناحيه ده هنا اليومن، بتاع الخليه، واليومن بتاع الخليه بيبقى الخلايا موجوده اهو. فانا مش عايز الحاجه تعدي من اليومن للانتر سيلولار سبستانس. فربنا سبحانه وتعالى بيخلق لنا ايه؟ التايت جانكشن ده. التايت جانكشن دوت بيعمل لي زي كومبليت سيل، بيمنع تماما ان الحاجه تعدي من اليومن للانتر سيلولار سبيس. بيعمل لي زي كولر، زي رقبه او زي حزام ما بين التو سيلز مع بعض، ويمنع اي حاجه بيبقى تحت السيرفس على طول، بيمنع اي حاجه ان هي تباص من اليومن للانتر سيلولار. تاني نوع اللي هو الادهيرنس جانكشن او الديزموزومز، اسمه ادهيرنس او ديزموزومز. فالادهيرنس جانكشن ده بيبقى عباره عن بروتين
موجود الناحيه دي وبروتين موجود الناحيه دي، والتو بروتينز بيبقوا ماسكين مع بعضهم في الخليه دي والخليه دي، وفي الانترسيلولار سبيس بيبقى فيه كونكشن او بيبقى فيه سبيس بين الخليتين وبعض. لو هو بين الخليتين بسميه ديزموزومز، يعني ديزموزوم كامل. لو هو بين الخليه والبيزمنت ممبرين بيبقى عباره عن البروتين من فوق البيزمنت ممبرين وتحت مع الكونكتيف تيشو، وبالتالي بسميه هيمي ديزموزوم او نص ديزموزوم. هو الجاب جونكشن، وده بيبقى جونكشن بيسمح بيبقى فيه انابيب انترا ميمبرانوس تشانلز، والانابيب دي بتسمح بمرور الشيء من الخليه دي للخليه دي. يبقى الجاب جونكشن ده بيوصل لي الكترولايت امبلس اي حاجه من الخليه واحد الى الخليه اثنين. Thank you.